انا بشكرك انك معنا بمدارس الجامعه وانه ابنك عندنا وانك واثقه فينا كمدارس وخلتي ابنك معنا. فبشكرك. انا عندي 5 عندكم في المدرسه كمان، عندي 2 وعندي 5 أهلا وعندي ثالث. اهلا وسهلا احمد. مدرسه رائعه ما شاء الله تبارك الله عليكم. انكم فعلا انه تطور لسه اكثر واكثر ان شاء الله. اكيد بنتطور بوجودكم معنا. تفضلي. كثير لك يسلم كل شيء. شكرا لانك معنا حبيبي. شكرا لانك معنا كمان. شكرا لكم. صراحه انا من زمان حابه اسجل اولادي في هاي المدرسه والحمد لله رب العالمين. وانا سجلتهم ورائعه صراحه. السلام عليكم. كيفك؟ مدارس الجامعة. شكرا لتواجدك معنا بالمدارس انت واولادك وثقتك فينا كمدارس نعتز فيها وبنحكي لك شكرا لانك معنا. يسلم يسلم يسلم. شكرا. لكم زوق حبيبتي. انا مش حاطه 1 حاطه 4. انا مجربه يعني الاساسي ومجربه الثانوي ومجربه الروضه وكله ما شاء الله عليكم. لولا انه انتم قادرين عليهم لما بحطوا اولادنا عندي. شكرا لك. لو ذا بيست صراحه يعني. شكرا لك. بحب اشكر رياض ومدارس جامعه الزرقاء على الجهود اللي بتعطيها لنا على اعتنائها لاولادي وفعلا يو ار ذا بيست. شكرا. العفو. لا ما شاء الله عليكم انتم مدرسه قطر يعني. انا اولادي عندكم من الكي جي الحمد لله هلا صف رابع ما شاء الله عليهم وان شاء الله راح نضل معاكم على طول. العافيه. الناس معي في مدرسه الجامعه حابه نحكي لك شكرا لانك معنا بالمدارس وشكرا لثقتك فينا لتواجد اولادك عندنا بالمدرسه. الله يبارك فيك. وانا بشكرك كثير على اللفت الكريم. بشكر تدريسك كثير كمان. اللهم صل على سيدنا محمد. واهم شيء كمان انه تربيتكم في الاولاد كثير كويس وادائكم كمان كثير كويس. اهلا 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 استاذ. الله يرضى عليك. الله يعافيك يا رب. الله يسعدك يا رب. شكرا لك يا رب. ارقى اولياء الامور. استغفر الله. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك. والله انكم كويسين. الله يسعدك. والله ممتازين. شكرا لك. والله العظيم ممتازين. الله يسعدك. عن جد يعني انا بشكرك. وبعدين احنا بنعرف انه سينا عندنا البريد. فشكرا. شكرا لك. بالعكس انا كمان يعني لحقتها اخوها وهي ما شاء الله متميزه عندكم. الحمد لله. ان شاء الله بتعلي تعطري. ان شاء الله. كفي كمان انت موجوده يعني كمان هذا بعطيني كمان يعني امان بزياده. كونونا يعني واجهت شغلات كثيره في المدرسه حقيقه وانت كنت تستوعبي الكبير والصغير فينا فهي كمان لمسه كبيره انهم بيختاروا كمان الموظفين المثاليين اللي احنا نقدر نتعامل معهم. تتعاملي معنا كاخوان، تتعاملي معنا كاولياء امور، تتعاملي معنا كاخت فاضله. الله يسعدك. الله يسعدك. شكرا لكم. شكرا شكرا. والله العظيم كله انا يعني سعيد وشكرا لكم جميعا لكل هالطاقم الجميل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافيه. كيف حالك؟ انا رحت وديت المدرسه جايه باسم المدرسه احكي لكم. شكرا لكم معنا. العفو. شكرا لثقتكم فينا. شكرا لان اولادكم معنا بالمدرسه. اهلا اهلا اهلا. شكرا كثير كثير لكم. الله يخليكي. شكرا شكرا. انا بشكركم على ثقتكم فينا. والله بتستاهلوا. لانه الله يخليكم امانه عندنا وان شاء الله نكون قد الامانه باذن الله. انتم قد الامانه بكفي تهتموا فيهم غير التعليم على افقهم العاليه. يعطيكم الف عافيه. كل كوادرهم ممتازه. الهيئه التدريسيه الهيئه الاداريه ما شاء الله طبعا وبالتوفيق. توفيق لكم. شكرا على كلامك الحلو. الله احنا كمان بنضلنا شاكرين لكم. شاكرين لجهودكم معنا وتعاونكم ومتابعتكم معنا. حبيبتي يعني الله يخليكي. انا من اول ما تاسست المدرسه اولادنا فيها. اهلا وسهلا فيكم. هيك احنا جايين لكم. تسلمي حبيبتي. ما شاء الله. ومن خلصوا توجيههم منهم ما شاء الله الطلاب المتميزين.